السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم ماسك رهيب عجيب، ماسك الزبادي لتبييض وتنعيم البشرة، يعني عن تجربة، يعني ما شاء الله عليه. هنا عندي زبادي وعندي ماء ورد كما راكم تشوفوا، وعندي المايزينا. أهم شيء في الوصفة هي المايزينا أو النشاء، يعني عندها مفعول رهيب للبشرة، ترطب تنعم تخلصك كاع من الشوائب يعني اللي يضر البشرة، خصوصا في فصل الصيف راح نعانوا بزاف من الاسوداد ويعني البقع البنية. في هذه المرحلة انا راح ناخذ اناء، هنا نفضل انه نستعملوا يعني اشياء تاع بلاستيك وتاع يعني خشب باش يعني ما نتفاداو التفاعلات. كما راكم تشوفوا هنايا راح ناخذ ملعقة او اثنين من الزبادي اللي هو الياهوت، الياهوت الطبيعي عندنا، يعني ياهوت ناتشورال وهايل ويبيض وعنده عنده فوائد كبيره للبشره. هنا راح ندير رشه ماء ورد حوالي ملعقه صغيره. ممكن اللي ما عندوش البشره حساسه يستعمل ليمون، واللي عنده بشره حساسه يستعمل فقط الماء الورد. في هذه الطريقه راح نخلط المكونات جيدا حتى نتحصل يعني على كريمه او ماسك يعني يكون رطب كما راكم تشوفوا، يعني الشكل رائع وما شاء الله عليه. نتمنى تجربوه لانه حقيقه راح تشوفوا الفرق بعينكم. انا فقط راح نجرب لكم على يدي لانه كما تعرفوا ما نقدرش يعني نظهر في الفيديو، لكن راح تشوفوه الفرق بعينكم. هنايا راح نخلط المكونات جيدا. بالنسبة لطريقة استعمال هذا الماسك، طريقة سهلة هي أن نغسل وجهنا بالماء سخون، نفتح المسامات مليح أو نحكم يعني فوطة ونبللها بالماء سخون ونحطها على وجهي مدة دقيقة، نفتح كامل المسامات اللي في وجهي ومن بعد نطبق الماسك. أنا حنديره على يدي ونوريكم طريقة يعني الطريقه اللي لازم نتبعوها باش نتحصلوا على ماسك يعني ناجح. هنايا راني مشمخه الفوطه تاعي بالماء سخون، راح نحطها يعني على يدي مده باش تفتح لي كامل المسامات، ومن بعد نحط الماسك تاعي ونخليه ينشف مده 20 دقيقه، ممكن 20 ممكن 30 دقيقه. هنا بالنسبه لفصل الصيف كما تعرفوا راح ينشف لكم يعني تمتم بهذه الطريقة. خلوه حتى يجف تماما حتى تحسوا يعني انه نشف، يعني لما تمسوه بديكم ما تلقاوش يعني الاثار الكريمة. بهذه الطريقة انا هنخليه ونكمل معاكم الفيديو. هنا بعد ما نشف لي الخليط كما راكم تشوفوا يعني تحصلت عليه بهذا الشكل، راح نمسحه معاكم بهذه الطريقة. انا هنا عندي فوطة مبلولة، انتم غسلوه عادي بالماء. هاوليك شني ليه يعني ماسك رائع، نتيجته رهيبة، شوفوا الفرق يعني ما شاء الله. هنا حنضيف يا إما ضيفوا ماء ورد، إذا لم يوجد ماء ورد عملوا يعني ثلج، يعني ديروا دي غلاس ومسحوا بهم وجهكم، واستعملوا بعدها أي مرطب عندكم، كريمة نيفيا ولا أي كريمة عندكم.